وسيم؟ ايوه يا دكتور. جميلة وسيم، انا شايفاك. اطلعوا اطلعوا. تعالوا هنا. الولاد اخدوا الفيتامينات؟ كله تحت السيطرة، ما تقلقيش. برافو. اخدت الفيتامين حبيبي؟ ايوه اخدت الفيتامينات. شربت اللبن قبل ما تاخد الفيتامين؟ وشربت اللبن، وغسلت وشي بالميه والصابون، واسناني بالفرشه والمعجون. برافو برافو برافو. شاطر شاطر شاطر. جميلة جميلة، اخدت الفيتامين؟ ايه اللي انت لابساه ده يا حبيبتي؟ فيما مش قلت لك بلاش لبس الصبيان اللي انت لابساه ده؟ امي انا بحب اللبس ده جدا. وانا ما بحبوش جدا. انا عايزه اشوفك بنوته حلوه. فين الفستان الروز اللي انا جايبهولك؟ يلا ادخلي غيري البسي الفستان الروز. حاضر يا ماما. مش الروز بيبقى احلى عليها يا وسيم؟ طبعا بينطق عليها طبعا. بيخلي وشك منور يا قلبي. وسيم البنطلون بيجي مش عاجبك؟ اخش اغيره بسرعه. دقيقه واحده. وسيم ايه اللي اخرك امبارح في العزومه؟ انت عارفه كل حاجه. ايوه طبعا، لغايه الساعه 9:26 دقيقه واربع ثواني ما كنتش جيت. ياما الدائري كان واقف. دائري ايه اللي وداك على الدائري بيتنا؟ مش اتجاه الدائري خالص. ما هو عامل لك ايه؟ رحت على الدائري ليه؟ اتاخرت. العزومه كانت مليانه اكل وبطاطس وكان اكل. اكلت ايه هناك في العزومه؟ أكلت ايه؟ بط وفراخ وسمك ومحشي وسلطة وكل حاجة. بس بس أكلت كل الأكل ده يجي لك تخمة. طب ما انت يا ماما ماشيانا على نظام غذائي معين، فأنا بصراحة نفسي كانت مفتوحة. وإيه اللي فتح نفسك بالشكل ده؟ ما عادي لقيت أكل فنفسي بقت مفتوحة. في هادي يعني؟ مش فاهم أنا. في حد يسأل سؤال زي ده؟ إيه ده؟ مش فاهم. بوفيه ومفتوح، إيه المشكلة؟ غريبة أوي على فكرة بقى يا ماما. بس 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 ايه الاسلوب الحقير اللي بتكلمني بيه ده؟ انا ايه؟ ايه اتجننت؟ لازم تديني فرصة اشرح. ماما بصراحة اسلوبك يعني اسلوبك لازم تغيريه بصراحة. اسلوبي مالي؟ تقصد ان انا مستبدة؟ لا لا، العفو العفو. عنيدة؟ لا لا خالص. ايه متسلطة؟ العفو العفو. انا قصدي يعني ان انت ماما المفروض تدينا مساحة برضو نتناقش. ايه؟ نتناقش؟ في بيت الدكتورة فخرية فخري أبو الفخر، صاحبة أكبر جامعة في الشرق الأوسط، هاي اديوكيشن. عايز تتناقش؟ الكلمة دي مش ممكن أسمعها هنا. إيه نتناقش؟ أنت جننت؟ طيب اسمع، بقولك البيت هنا ما فيهوش غير أوامر أوردرات وقرارات. طيب يعني ممكن أسئلة؟ ممكن سؤال واحد على رفيع. هو انت ليه يا مامي يعني رفضتي ان شعبان عبد الرحيم يغني في حفله الجامعه؟ بس بس تجننتي؟ ازاي تجيبي اسم الراجل ده هنا في البيت؟ ازاي يغني فين في الجامعه؟ انت عايزه ودان الطلبه بتوعي تبوظ؟ انت خلاص اكيد تعبانه في دماغك. ازاي انت مش عارفه ان انا رافعه على الراجل اللي اسمه شعبان عبد الرحيم ده قضيه؟ انا همنعه من الغناء في مصر وفي الشرق الاوسط وفي جميع انحاء العالم. ايوه ما يغنيش تاني عشان بيسمم الودان. فهمتي؟ انا رافعه عليه قضيه وطالبه تعويض. طالبه تعويض 250 مليون دولار. طبعا ولما اقبض التعويض هعالج الناس اللي سمعته وودانها تعبت. ازاي يا مامي يعني؟ ده مطرب مشهور ومحبوب جدا، وكفايه بقى الاغاني الوطنيه اللي بيغنيها والناس كلها بتحبها يعني. ممكن تخرسي شويه وتبطلي تشويح في وشي؟